نورس راديو 93.5 FM. هديتي لك، قولي كيف أهديها وكيف أفضح نيران التي فيها. فلست كالناس بالأيدي أقدمها، وإنما من صميم القلب أعطيها. هديتي لك، قولي كيف أهديها وكيف أفضح نيران التي فيها. فلست كالناس بالأيدي أقدمها، وإنما من صميم القلب أعطيها. أخاف حين تراها العين تحسدها، لذا فإني بأحشائي أخبيها. فلست كالناس بالأيدي أقدمها، وإنما من صميم القلب أعطيها. أخاف حين تراها العين تحسدها، لذا فإني بأحشائي أخبيها. فساعديني وغوصي في دمي، وخذي هديتي لك يا عمري وصونيها. وكلما هاجت الأشواق واستعرت، فقبليها وطول العمر ضميها. وكلما هاجت الأشواق واستعرت، فقبليها وطول العمر ضميها. وكلما سأل العذال ما هي، لا ولا تبوحي بشيء أو تسميها. فسرها أنها كالحب خالدة، وليس في الأرض معنى من معانيها.